التقدم في أي مجال مرتبط دائماً بالبحث والتخطيط والتنفيذ، فمرحلة البحث هي أساس التنمية والتطوير. في هذا الإطار يحدثنا الأستاذ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اسمحوا لي فخامتكم أن أنقل لسيادتكم رسالة شكر وتقدير وإعزاز من مجتمع البحث العلمي المصري على دعمكم الكبير وغير المسبوق للعلم والعلماء. إن مجتمع البحث العلمي فخامة الرئيس يقدر عاليا لقائكم السنوي بعلماء مصر وتكرمهم ومنحهم الأنواط والأوسمة، وهي رسالة مفادها أن مصر تجل العلم والعلماء وتقدر دورهم في بناء الإنسان والتحول نحو اقتصاد المعرفة. نقدر عاليا فخامة الرئيس توجيهكم بزيادة مخصصات البحث العلمي والتي تضاعفت 3 مرات في الأعوام 7 الماضية، وجهودكم في تطوير البنية البحثية والقاعدة العلمية في مصر من خلال إنشاء الجامعات الجديدة والمراكز والمدن البحثية والعلمية، والتوجيه بتنقية البيئة التشريعية وصدور حزمة من القوانين المحفزة للبحث العلمي والتي تدعم الإدارة الاقتصادية لمؤسسات البحث العلمي. السيد الرئيس، لقد كان لتوجيهات سيادتكم بضرورة أن يضم كل كيان اقتصادي وصناعي جديد مركزاً متطوراً للبحوث والتطوير والابتكار لدعم البحوث التطبيقية وتطوير الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، أثراً عظيماً في ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع. رأينا هذا في مدينة الدواء المصرية، واليوم نراه في الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني. اسمحوا لي سيادة الرئيس في كلمات مختصرة عن هذا المشروع الضخم الذي يشرب بافتتاح فخامتكم اليوم. إن هذا المشروع القومي يهدف في المقام الأول إلى تأمين الغذاء ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات التي تواجه إنتاج الغذاء في العالم عموماً وفي الدول النامية ومنها مصر على وجه الخصوص، بسبب الجفاف وندرة المياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وغير ذلك من الصراعات الجيوسياسية في أماكن إنتاج الحبوب الرئيسية في العالم وتعطل سلاسل الإمداد، مما يجعل مشروعات الأمن الغذائي في مصر مشروعات قومية ذات طبيعة خاصة وأهمية قصوى. السيد الرئيس، هذا المشروع يضم بين جنباته واحداً من أحدث المراكز العلمية ومراكز البحوث والتطوير في مجال البحوث البيطرية والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية وسلامة الغذاء والأعلاف الحيوانية وترصد الأمراض الوبائية والمشتركة، وهو مزود بأحدث الأجهزة والمعدات ووسائل الأمان الحيوي طبقاً للمعايير الدولية، ويضاهي أحدث المراكز المماثلة حول العالم، وهي قدرات بحثية هائلة تضيفها الدولة المصرية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار. والآن جاء دورنا لتعظيم الاستفادة من هذه القدرات الهائلة واستغلالها في تنفيذ مشروعات بحوث وتطوير تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وهي مسؤولية مشتركة بين مجتمع البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية وأقسام البحوث والتطوير في الوزارات المختلفة والصناعة الوطنية. ومن هذا المنطلق، فقد بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات المصرية والمراكز البحثية بالتواصل والعمل مع الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني خلال الشهور الماضية من خلال جلسات عصف ذهني وزيارات متبادلة وورش عمل مشتركة، وانتهينا إلى الاستقرار على 5 مشروعات بحوث وتطوير كبرى سيتم البدء في تنفيذها بمركز البحث العلمي البيطري هنا بعد الافتتاح مباشرة، وهي التحسين الوراثي وإنتاج سلالات أبقار عالية الإنتاجية وأكثر تكيفاً مع الظروف المناخية المصرية من خلال برامج تهجين وتربية باستخدام أحدث تقنيات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، تطوير منظومة وطنية لترصد الأمراض الوبائية والمشتركة والعابرة للحدود بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية،
الكشف عن متبقيات الأدوية والمضادات الحيوية في الصناعات الغذائية لتوفير طعام صحي آمن للمواطن، وزيادة القدرات التنافسية للصناعات الغذائية المصرية والتي تمثل ثاني أكبر حصة من الصادرات المصرية. إنتاج محلي للأعلاف من المخلفات الزراعية والنباتات الملحية والصحراوية. تنمية القدرات وبناء قاعدة علمية من شباب الباحثين وأوائل الخريجين من الكليات العملية من جميع الجامعات المصرية، حيث ستوفر الأكاديمية منحاً دراسية كاملة للأوائل لإجراء أبحاثهم واستكمال دراساتهم العليا داخل المركز العلمي البيطري للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني بالتعاون مع الجامعات المصرية. ومن هؤلاء الشباب سيتم توفير الكفاءات اللازمة لتطوير هذه الصناعات الوطنية. سيادة الرئيس، ما ذكر هو مجرد بداية، ويشارك في تنفيذه فرق بحثية قومية من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وبدعم ومتابعة تنفيذ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. شكرا فخامة الرئيس، حفظكم الله ورعاكم، وأدام على طريق الحق خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.